حد اختار البيت ام دبوس؟ انا ابو هي بص دبابيس. مسكت حلو كتابة اهو النكتة اصلا انا وميدو عمال يخرج معايا عمال الجيم كي حلو اول اوضة يا قدامي قدامي قدامك قدامي انا غريب اعمل لك بعد كده عدي من جنبك. بسم الله الرحمن الرحيم اقفل الباب. ولا اذكار الصباح والمساء بتفرق؟ ياه عايزين كشاكيل. بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بتجري ورايا بتجري ورايا احي. صلى على النبي صلى على النبي. تلت التلاته كام؟ واحد. الواحد ربك هو الواحد. يا لهوي حان يا مصطفى. اجري يا مصطفى اجري يا رحمك. مصطفى استنى استنى. ايوه بكليك يمين. اوه اديله يا اخويا تعالى اقعد. اللور فلور. انا معايا معايا تقريبا. بتجري 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 ورايا بتجري ورايا في الدور اللي فوق. انا هعمل لها ده الجيم اهو. الجيم في تحت. يلا يلا انا اهو انا اهو جاي ورايا جاي ورايا جاي ورايا. فين بقى الجيم وفين البت؟ يا جاية يا جاية يا دخلع من الأوضة اللي أنت فيها. جايبها عندنا ليه؟ يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. قتلتني يا عم. أجي ادتني بالتصف في دماغي. حفة تانية يا ابني ما تدوس عليا يا ابني. بطل أعرف بقى. قلت لك نرش بقى. قلت لك نرش صراصير بقى. في صراصير في الأرض يعني. يبقى ندوس على الصرصار ده. أهو أهو أخويا الصيني شونج يونج اللي هيصحيني. يا عم يا عم انت في ايه يا عم؟ ايه يا رب يا عم؟ يا ابني عايزين عايزين يا ناس يا عم. طب ده ممكن يكون مفتاح الباب يا ده اللي هناك. لا لا ده مفتاح الباب. ولا 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 مين ده مين ده؟ تعال تعال يا فين؟ تعال يا عم يا عم اجري 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 مزنوق. ما ينفعش نط؟ لا لا بس انا اخويا ما تقلقش ما تقلقش. خد رجلي يا مكسح. يا جدعان ما قلنا نرش بقى ما قلنا نرش بقى يا جدعان عشان الحاجات دي. تعال تعال يا مكسح. يا نهار اسود يا ابني افتح لنا الابواب يا ابني اللي معاك المفاتيح. والله العظيم قلت لكم نزلت لكم قلت لكم فين الابواب ما حدش رد. انا في الاوفيس بدور اهو وانا قاعد بلعب. انا بلعب حرفيا بس ايش في باب انا ما فتحته. كلها مع عماد يا عم الكافيتيريا. لا الكافيتيريا معاك الكافيتيريا معاك. اما الباب تحت. انا اخر حاجه خدتها في الاوضه ايه ده الميدكت بس جريت. هي ورايا هي ورايا فوق يابا. ايوه يابا اتقل. بس انا بجري دلوقتي انا مش فاضي. ما تنزل لي تحت. ما انا نازل وجايبها لك. حاضر انا نازل وجايبها لك. انت هو افتح باب الكافيتيريا ونخش الاوضه. ايه مين مين السلحفه ده؟ هو عادي يا ابني يا بجري. يا مسك السكينه. اي رشيد لينا افتح افتح. السلام عليكم يا مين. انت بس عايز تعمل ايه؟ احي وقعت خلف دماغه. كان بقول لك وديتها فين. انا ما اعرفش يا عم. انا بجري انا جريت دخلت شمال اللي هي راحت في حته. انا مالي بقى انا عارف انت رايحه فين دي. خد يا مصطفى. انت راجل مش محترم. انا ميت. جبت الماني النقاس. جبت الماني النقاس. بليز بليز مان. شيل اوت شيل اوت شيل اوت شيل اوت ماي فريند. هو يجري جوه بقى. تعالى تعالى ناخدها لفه. تعالى يا واد وسع. اوه شوت رينج اللي سنين تصلنا بي بي ده تريجا بي شوب شنو سموك سودا. تعالى ناخدها. يا لهوي ايه ده؟ ضربت ده عليها ايه بابن رزينه؟ يالا جابتك هيد شوت. احنا يا ابن الجيم او اي حاجه. طب حد معاه ميد كيت؟ انتوا فين اصلا؟ ايوه اهو اهو في واحد اهو في واحد اهو. مين ده بقى؟ تعالى دبوس. انا دبوس فينا يا عم. انا مش عارف انا بجري ولا واحد دبوس اهو. تحتنا ايه يا تحتل. مين اللي الحمار اللي بيجري؟ دبوس اللي بيجري ده انت؟ فين بقى؟ ودينا عند الجيم. مفيش حاجه هنا مفيش حد هنا مفيش حاجه هنا مفيش حاجه هنا. يلا يلا انا متاكد. يلا انجز يا دبوس يا هبل. يمين ولا شمال؟ والله انت دبوس عره يلعن.
دبوس يا معفن. تعالى يا عماد اجري يا عماد. ده اخويا ده دبوس جدع. ده فين يا جدعان الجيم؟ انا نفسي اعرف هو في الدور فوق ولا لتحت. ما فتحتش الجيم يا ابني. لا ما فتحتش الجيم يا ابني. فتح الجيم الابيض يا ده بجد. طيب ماشي. فين بقى الميد كيت؟ في والله ميد كيت يا جدعان تحت عندي في الكافيتيريا يعني. بجد انا لو لقيته هاخده. لا لو لقيته هصحيه. يخرب بيوكو البت عندي في الدور الثاني. ايه ده مين ده؟ تعالى مخمص يابا. يا مدى بص ايدك افتح لنا باب اللي ورا. طب انا نزلت تحت والله. قول لي هو فين. انا بص انا عمال اتمشى تحت اهو. ده انا رايح عمود جنب مصطفى. طب خلاص حاول تمشي قدامه كده وتدلع قدامه عشان اشوفه. والله انا ماشي اهو. انا مش لاقي ايوه اهو فيه اهو دبوس اهو. انا فين بقى؟ انت فين ده؟ انا لقيت مصطفى. لقيت مصطفى وميدو. شبه البجعه كده. بس ساكت يا ابني بقى. سيبك من خليك ظهرك. انت تايه ولا ايه؟ انت متاكد انت عارفها؟ لا عماد اللي خليك. لا ما انت ما تخليش ميدو في ظهرك. ها يا خرب بيتك الباب اللي عندها ده بقى. فكره دبوس. تعالى دبوس راح فين؟ هحطه في طوب يا عمال تجري ورانا ورايح على الباب تاني. يلا اهو روح افتح الباب. مالكش دعوه بيها. مالكش دعوه بيها. يلا يا رجاله. يلا يا اخواتي. يلا دبوس. عارف لما ما فتحش الباب وطلعنا كلنا. يلا ميدكت. سيب أيوة الميت كتاب الحرامية ده انا بتحقيق. الله عليك. تخش فينا ميت. انا اخش كده كده. هو لقيت كتاب. يا ابن الجزء. معلش ميت. في ميت كده اهو. الدنيا ده بقى دلوقتي. احي. يلا يا ميدو. يلا يا ميدو هنعملها. ايه ده دي جري. خفت منك. شونجي ولا ايه؟ انا عمال اهرب من يا حبيبي. ايه ده يا عم الهايج. ابعد عني. اوعى تجري ريحه السلم اللي بيطلعك الدور التاني. يا ابني مش كده يا ابني. انت ما عندكش اخوات بلاستيك؟ تعمل ايه يا عيني يا شونج يونج يا اخويا. حاضر من اليوم بهجة جديد بيتولد يا ولادي. اللي فاتكم واللي جايكم يا شوف تعال نشوف راندوم هيجيب لنا ايه. طيب ياي على فكرة انا بغالبا اللي انا مجلشة بجيب السلمة تونجي يونج. يا سلمجي واتساب نيك. انت مالك مقرفص كده. اوعى عايز اخش بقرايتي فيك يا. اوعى عايز اخش بقرايتي فيك يا. قرايت مين ياد يا ابني ده. ايه ده مين اللي معاه نورسكي روم دي اللي هي قلت ممرض عنا اهو داخل الكافيتيريا. عاش ايه انا بقى بولكي. لقيت الكتابة اهو. يا لهوي يا جدعان ده سبيد رن. ده تفتقنا دي ورا ورا. يا خرب بيوكو جايبنا هنا. دور بقى وانت بتجري. في ميت كتاب. ايوه لقيت كتاب اهو يا جدعان. فاضل كتاب واحد يا جدعان. هي مش هنا مصطفى تقريبا. خلي معاه ميت. خلي كل واحد على اللي خلي معاه ميت كيت. بس لو سيبوها سيبوها. انا في هي معايا في البول. سيبوها لي. طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله جابتني. بيت في الدور الثاني. اي دماغي خلاص. اجري ورايا. كان الكتاب في الحته اللي احنا رزمنا منها. نصحي نفسك يا ابني. نصحي نفسك يلا عشان تاخد عشان تاخد الميت كيت اللي قدامي كده. انا هموت. انا موت تاني. يلا صحي. الميت كيت في البول بقى. صحي وتعالى روح البول خد الميت. انا هفلي البول ده تاني مع اني لقيت فيه كتابين. انا لقيت باب سري. يلا لقيت باب ما فتحناهوش قبل كده. لما تسمع صوت السكينه يا ميدو روح يمين وشمال كده. ايوه الاوضه لقيتها. لقيت فيها مكان غريب كده. هتلاقي كتاب. طب انت لقيته فين ده؟ الدور التاني من البول. مش يا باشا. لا استنى ما تغور من هنا. تعال ننزل. تعال احنا ننزل. وبعدين ابو جرعه لسه هو في مكان تاني خالص. انت رحت فين يا زيك؟ دورت في كل اللي هنا. والله بس يلا بس يلا خرب بيتك يا جدعان. حد يشوف حمد الوزير ده امال يا عم يتغزل. طيب ترى ما بيفرق. انت ده ماشي ميت كنت في اوضه النيرس كان. ايوه كل ده شفته. انا عايز يلا اننا تحت اننا نخليها. ايمن بيستغلني الحمام. واحد حاليا هي تحت ولا فوق ده؟ صح نفسك. صح نفسك يلا يا سنجي. وبعدين بقى في ام الشرطه
هتلاقيه في حته يا بنت الكلب اللي بتجري ورانا، دخل صراحات بينه. انا هموت انا. يا ارحمك. اوه يا اولاد الكلب. علامة علامة. يا الله انا هموت كده كده. اهرب 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 يا ادم الباب، يا عارف الباب الرئيسي؟ اهرب يا جدعان. الباب الرئيسي. الباب الرئيسي. عاش. جدع جدعان.